مرحبا شباب، وياكم علي محمد من قناة يونيك تيكس. اليوم أريد أسولف على فد موضوع، يعني صدق لعبها النفسي بالوايرلس، فشي اسمه فريم أجريجيشن. فإذا تريد تفتهمه روح يعني براحتك اقرأ عنه، يحتاج لك فد شريطين باراسيتامول، ورايد لك فد شو اسمه 6-7 كواب قهوة حتى تفتهم الموضوع. بس أنا راح أحاول أبسط لكم الموضوع على هذا المخطط حتى تفتهموه، ما راح أسولف مصطلحات كلها لأنه هوسة. أنا بالنسبة لي ما فهمت 100% يعني، بس فهمت اللي أريده. أوكي، اللي هو الفريم أجريجيشن، حتى اسمه يلعب النفس. فتحضروا لكم شاي قهوة، تحضروا لكم كرز، لا كرزات ما تفيد، شاي أو قهوة ويا جقارة. زين، الفريم أجريجيشن أول شيء خلينا نسولف عنه براحتنا وناخذ وقتنا حتى تفتهموه، هي عملية بعض الأمور تجمعها بشيء واحد بالوايرلس اللي هو 802.11n. ظهرت هاي اللي شيء اسمه الفريم أجريجيشن. شنو الفريم أجريجيشن؟ أول شيء خلنا نبدي بطريقة الإرسال قبل عملية الأجريجيشن وبعدين نبلش. أنت كوايرلس عندك مثلا راوتر مكنكين عليه فد 5-6 أجهزة، فمن يريد يبدي يرسل الموبايل يطلب اتصال من الراوتر، يستأذن من عنده والراوتر يقول له ارسل. اوكي، من يكمل ارسال الثاني يستأذن ويرسل، مو كلها بنفس اللحظة. انت صحيح تشوف كل الاجهزة المتصلة بها نت، لكن هو يرسل الواحد او يستلم من واحد باللحظة بنفس اللحظة. اوكي، فعملية الارسال عن طريق الفريمز، فريم يعني شلون اسمي لك اياها، فتشي يعني سمي طلب. اوكي، طلب تقول للراوتر بلا زحمة عليك اريد افتح يوتيوب، فدزيت الفريم رجع لك اتصال قال لك هاك هذا اليوتيوب. فهذا فريم، الفريم الواحد فريم فريم ورا فريم. فقبل يعني من قبل اللي يظهر 802.11n كانت هاي الطريقه بالارسال، فريم ورا فريم. اوكي، اذا اكو نويز او اكو تشويش او اكو مشاكل بالوايرلس، من ترسل فريم ما راح يوصل، يوقع، ترسل مره ثانيه، ترسل مره ثالثه حتى يجاوبك، او مرات ترسل فريم الجهاز مشغول فتنتظر، او يسقط الراوتر يعني يجي الطلب يوخر يقول لك اني مشغول اعذرني هسه، يقوم يتقلب عليك. زين، فعمليه ارسال الفريمات بكثره واستلامها واستلام الطلبات شلون نقول عمليه ما تعطيك سرعه عاليه. بال 802.11n او تسموه موديل ان بالراوترات، دخل شيء اسمه الفريم اجريجيشن او هو تجميع الفريمات. انت بدل ما تدز فريم واحد وتريد تستلم فريم واحد وسالفه طويله واكو مجال بالوايرلس فراغ وتدز بشكل بطيء، انت تجمع الطلبات مالتك بباكج واحد وترسلها. اوكي، والراوتر يوافق عليها او لا. زين، فحيصير عندك سرعه اعلى بالعمليه الارسال. فلهالسبب تلاحظون اذا تدخلون على مود الان تعطيكم سرعه اعلى. لكن اكو عندنا نوعين من الفريم اجريجيشن او تجميع الفريمات. ناخذ شاي. زين، ناخذ جيجاره وراها حتى نسولف. اكو شيء اسمه الاي ام اس دي يو والاي ام بي دي يو. زين، راح تلقوها الاوبشنات هاي موجوده باجهزه الفلسان، طب عملي عليها. ها جيجاره ثقيله طبعا حتى مخمخ. اي، كنا اكو نوعين من الفريم اجريجيشن، بس خل اعطيكم مثال حتى تفتهمون الاي ام اس دي يو والاي ام بي دي يو. اوكي، احنا شرحنا عمليه الفريمات، خلنا ناخذها تطبيق عملي. خلي نفرض عندك مثلا اسواق. زين، فانت دزيت ابنك قلت له روح جيب لي باكيت جيجار، هذا فريم، راح للاسواق قال له عندك باكيت جيجار، جاب الباكيت جيجار. وراها دزيت اجيب لي مثلا نستلايه، جيب لي جداح، كل شويه داز على طلب. زين، هذا اللي هو الفريم واحد تدز وترسل. الاي ام اس دي يو تقول لابنك اريدك تجيب لي مجموعه طلبات، باكيت جيجاير وعلج ابو شو اسمه ابو السهم، وجيب لي جداحه، وجيب لي وياك مثلا نستلايا وعصير. هذني الطلبات كلها تنطيها لابنك بقائمه، بيده بقائمه. وش تقول له؟ تقول له اذا ما عنده واحد من ذني ارجع، رجع لي. يعني انا اوضح لكم الفكره شباب، ترى تقريبا ما تتميش. اوكي، فهاي مجموعه الطلبات اذا واحد من عندهم ما توفر يرجع. هذا الاي ام اس دي يو اللي هو الفريم اجريجيشن بطريقه الاي ام اس دي يو. زين، انه مجموعه الفريمات 4-5 فريمات، ايش قد مجموعتها، ومجموعه الاي ام اس دي يو كلها تجي بطلب واحد.
إذا رفض الطلب يسقطن كلن وتتم إعادة الإرسال. فهاي ما تفضلها الشركات إنتاج الأجهزة اللي هم اليوبي أنت وغيرها. أوكي، فيروحون على شنو؟ على الفريم أجريجيشن اللي هي الـ AMPDU. يعني مثل ما قلنا الـ AMSDU مجموعة فريمات، مجموعة وعلى شكل طلب، ومجموعة الـ AMSDU تصير كلها على شكل AMPDU، بس تختلف عملية التجميع. بالاي ام بي دي عملية التجميع شلون تصير؟ مو قلنا مجموعة فريمات صار على شكل اي ام اس دي يو، هاي يعطيها لكل وحدة عنوان، كل وحدة قائمة. يعني من انت تروح لو الاسواق شي تقول له؟ تقول له انا عندي قائمة بها 10 طلبات، اذا اكو واحد من هاي الطلبات ما موجود انطيني التسعة. اوكي، فهاي العملية راح ما يسقط كل الكونكشن. فانت مثلا ككلاينت متصل على الراوتر بطريقة الـ MSDU، قلنا الإرسال كله مرسلنا مجموعة الفريمات ما جاوبنا الراوتر أو سوالها دروب راح توقع كلها. بالـ AMPDU لا، راح يصير الإجابة مال الراوتر على عدد الفريمات اللي داخل الـ AMPDU. مثل ما تشوفون أكو شيء اسمه هنا، شوف انتبه هنا هي MSDU 3 بها ماك هيدر واحد. أوكي، هنا كل واحدة لها ماك هيدر، تتلاحظ 1 2 3 الراوتر راح يجاوب على هاي القائمة الماك هيدر على الطلبات. زين، فإذا صارت مشكلة بالإرسال بالإجابة من الراوتر، فش راح يجاوبك؟ راح يجاوبك على قد اللي انت على قد اللي هو قدر يجاوبهم. يعني إذا عندي 10 طلبات واحد من عندهم ما يقدر يجاوبه، يجاوب التسعة يعبرها وواحد يرجع لي هذا الطلب وأنا أعيده بإرسال. فالأي أم بي ديو أفضل من الأي أم أس ديو، لانه يسقط الطلبات كلها اذا واحد من عندن بيغلط، لانه جاي كل الطلبات كل فريمات بماك هيدر واحد، اذا هذا الماك هيدر سوى له دروب كله راح يوقع. فهمت شباب؟ نروح على جهاز يوبي انتي. باليوبي انتي اجهزه الاي سي اطلع مع بوينت تو بوينت لينك، اكو بالادفانس راح تلقوها مشتغله الاي ام بي دي يو والاي ام اس دي يو. زين، هنا شو يقول لكم؟ يقول لك enable this feature increases throughput in relativity cleaner environments. بالبيئة النظيفة اللي ما بها نويز، هاي زايد لك الترافيك. But maybe turn off for noisy links. إذا اللينك بي نويز عالي كلش، فأنت يقول لك أفضل تطفي الـ AMSDU. ليش؟ مثل ما حكينا قبل شوية، إذا أنت فعلتها باللينك، اللينك راح يجمع الطلبات ويرسل لللينك ذاك، فأكو نويز، فالطلب مدى يوصل، فوقعت مجموعة الطلبات كلها، فأنت تطفيه حتى شو يسوي؟ يعتمد على الـ AMPDU، اللي قلنا أنه الـ AMPDU أفضل، لأنه راح من راح يرسل ويوقع طلب البقية توصل. زين، شنو الفائدة من تفعيلهم اثنيناتهم؟ أنا أقول لك شنو الفائدة. هاي الـ AMSDU قلنا بيها كل واحدة بيها مثلا 5 فريمات، 5 AMSDU صارت 25 فريم، هذني يتجمع عن كلهن بفريم واحد كبير، مو فريم أجريجيشن، يعني كبير أكبر حجمه يسموه الـ AMPDU. باليوبي أنتي حجمه 32، بصراحة هاي 32 ما أعرفها شنو هذا العدد، 32 بيت 32 مدري شنو، بس المهم أنتم من تجربون هذا مخلي لك اياه بالوسط. إذا زيد هذا العدد لل 64 راح يزيد عندك الثروبوت، السرعة تزيد أكثر، لكن لازم تتأكد أنه الجو نظيف وماكو نويز. إحنا عندنا بالعراق نويز عالي، فتبدون تتحكمون بهاي تقللون، هي تجي 32. أنت جرب إذا عندك مثلاً فصلات باللينك، مشاكل دروبات، فصلة بالخدمة، فتجرب أنت تقلل مثلاً الـ AMPDU مثلاً شوية شوية وتسوي سبيد تيست لأن يستقر عندك اللينك، أو تطفي الـ AMSDU. ماشي؟ فهذني أنا ما أقدر أعطيك فد إعدادات ديفولت إليها، هما يوبي أنت مسوي كاث 32 ديفولت، بس أنت قلل وزيد حسب اللي أنت تريده. تمام؟ الثاني بالنسبة إلي بهذا اللينك الأمور ما عندي مشكلة، إنه المسافة قريبة وكل شيء تمام وما عندي مشاكل. إذا تشوفون دي أصعد ترافيك والإير تايم واصل 41%، فماكو مشاكل. بس بالنسبة لكم إذا عندكم لينكات بيها مشاكل استخدموا هاي الأوبشنات. بالمايكروتيك من دوز دبل كليك وتروح على الـ HT راح تلقى الـ AMSDU limit بالمايكروتيك 8192 بايت. اوكي،
هاي تقسمها مثلا على اثنين تطلع لك 4000، تقسمها على اربعة فهي راح تصير شلون شلون الريتات 1024 2048 هاي تتقسم على اعداد. هنا الليمت عالي هما المايكروتك حتى يحصل اعلى ترافيك مخلي لك الاي ام اس دي ليمت 8192. اذا حسيت اكو مشكله فتقدر انت مثلا تقسم 8192 على 2 طلع مثلا 4096 غيرها بس الثري شولد اوف عادي ماكو مشكله نفسها، بس اهم شيء الليمت. لانه ايش دا اقول؟ دا اقول له حجم الفريمات مع بعضها هو 8000 احتمال يصير دروبات بالجو. اقلل الحجم صح، اقلل شوي الثروبوت بس الشيء يصير عندي يستقر اكثر، فاسوي مثلا 4096. اذا قسمت ال 4096 على 2 راح يصير عندي 2048. فانتوا ايضا سووا تجارب بالموضوع حتى تحصلون على اعلى ترافيك. بالنسبه للاي ام بي ديو برايورتيز هاي بصراحه ما افتهمتها فما راح اسولف بها لانه ما اعرف كذا شيء ما افتهمه ما احكي بيه لانه ما لا مايكروتك ناطين معلومات عليها واكو بس بسيسكو وما مفهومه. فانتوا هاي يعني انتوا سووا سرتشوا عليها حتى تفتهموها. فاتمنى تكون يعني الحكي اللي حكيته واضح، فراح اختصر الموضوع. نرجع للش اسمه هسه مختصر الموضوع شباب. الاي داش ام اس دي يو هي تجمع الفريمات مع بعضها بفريم اكبر ويتجمع عن هذني مع بعض ويروحن الجهاز البث بماك هيدر واحد. اذا رفض هذا الماك هيدر تعيد الارسال الكل. الاي داش ام بي دي يو تجمع الاي ام اس دي يو وبتقدر تجمع فريمات ايضا، لكن فرقها تخلي لكل وحده ماك هيدر. راح يصيرون على شكل قائمه طلبات. من تروح للجهاز البث، الجهاز البث احتمال يجاوب جزء من عندها ويرجع جزء الباقي، ما يسقطها كلها، ما تروح كلها حتى يضطر يعيد الطلب او يعيد الارسال. هذا فرق الاي ام بي دي يو عن الاي ام اس دي يو. تمام؟ فانت افضل لك انه تشتغل على الاي ام بي دي يو. زين؟ بالنويز الجو اللي بي نويز عالي ما يفضل تستخدم الاي ام اس دي يو، طفيها اذا تقدر تطفيها او تقلل حجمها حتى تروح فريمات بحجم اقل، بس صح يقلل الثروبوت. اذا نويز وجو صافي هذا اني زيد لك الثروبوت فتحصل ماكسيمم بيرفورمانس. زين شباب اكمل شاي واتمنى تكونوا افتهمتوا، واللي ما افتهم بعد مشكلته شو اسوي له. يلا تحياتي.